هو انت هتفضل منشف رقي يا اسامه كده؟ مش هتقول لي موافق على العريس اللي اتقدم للبنت ولا لا؟ شيخه يلا يشيل على البركه. بركه ايه ويشيل ايه؟ انبوبه يا اسامه. يا لهوي، ده انا ما وديتش الانبوبه لسعاد، فكرتني. انت ليه حسستني ان الواد غني ده مش لاقي ياكل؟ يشيل ايه؟ يشيلها في عينيه. طب وابن اخويا يا اسامه اللي رايح جاي علينا ده وهيموت على البيت، مش ابن اخويا اولى بيها؟ لا 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 لا، بقول لك ايه، جواز القرايب بيجيب متخلفين عقليا. يا سلام، طب ما انت امك وابوك ولاد خاله يا اخويا. ايوه، ايش جاب لي جاب؟ انا فلتة. طيب يا استاذ فلتة، بما انك وافقت عليه بقى نقعد من دلوقتي ونتفق على كل حاجه. لا بقول لك ايه، دي قعده رجاله بقى. طب وانت تقعدها ليه يا اخويا؟ هو انت رجاله؟ ايه؟ انت سيد الرجاله، هو انا هتجوز اي حد كده؟ بحث. انا بقى عايز افهم اشمعنى دي اللي قعده رجاله وساعه ابن اخويا ما كانتش قعده رجاله؟ ما انت جايبه لي عمتك وخالتك وستك، يعني كانت قعده ستات للصبح. ده انا كنت حاسس ان انا قاعد في كوافير حريمي، ملقى في حريم. قصدك ايه يا اسامه؟ قصدك ان انا عيلتي كلها حريم وما فيهاش رجاله؟ بقولك ايه، بص كده بقى، من الاخر يعني انا مش موافق على الواد ابن اخوك ده. بس موافق على العريس التاني مش كده؟ الواد بيحبها وليا وهي بتحبه. ما تاكلنيش في دوكه، هو يعني هياكلها حب؟ هياكلها حب. فاكره من شهرين كده لما قعدت اقول لك معيش فلوس معيش فلوس وكانت الحكايه مزنقه؟ فاكره؟ فاكره يا اخويا، بس انا كمان انا استحملت. اديك استحملتيني على عيبي، وانا استحملتك على عيبك وما قلتش حاجه، يبقى الحب بياكل عيش ولا لا؟ غلبتني يا اخويا. يعني انا افرح ولا ازعل دلوقتي؟ قاعد تكذب عليا وانت معاك فلوس عشان بتحبني. بقالك 30 سنه معايا، مرتاحه معايا ولا مش مرتاحه؟ لا مش مرتاحه يا اسامه، بس بحبك. شفتي ان الحب بقى بياكل عيش؟ وبعدين ابن اخوك ده داخل يقول انا معايا فلوس، ومحدش معاه فلوس يعمل كده ويقول انا معايا فلوس. يعني قصدك ان انا ابن اخويا لو معاه فلوس هينكر ويدعي الفقر ويقول انا متهالك تعبان الحقوني، ومش عايز اترفض عشان مش معايا اجره الميكروباص اللي هتروحني بيتي. كل ده ليه بقى؟ عشان قابلها على عيبها. اوف كورس ماذر لافر. يعني انا ابن اخويا كداب؟ اكيد، عشان فاكر انه بالفلوس هيقدر يشيل. صدق عندك حق، لكن في الواقع القلب هو اللي بيشيل حب وذكريات وقرف وصداع. يبقى ابن اخوكي ايه؟ قرف. لا، كداب ومش قابل البنت. يبقى نرفضه ونقبل بالولد اللي قابلها على عيبها. يا محمود معلش يا اخويا، كل شيء اسمه ونصيب، البت اتخطبت.